طالب مجموعة من السجناء السياسيين في السليمانية حكومة الإقليم بصرف رواتبهم ومستحقاتهم التي خصصت لهم، وأن تحظى حكومة الإقليم حظو الحكومة الاتحادية التي خصصت للسجناء السياسيين العراقيين حقوقا وامتيازات كثيرة، بالإضافة إلى فرق في المستحقات والرواتب المخصصة للسجين السياسي. حقوقنا وامتيازاتنا من قبل حكومة الإقليم مقطوعة، فاليوم تجمعنا هنا نطالب بحقوقنا بأن نحولنا على الحكومة العراقية، هيئة العامة للسجناء والمعتقلين السياسيين العراقية، أطالب حكومة العراقية ومؤسسة السجناء السياسيين كممثل شرعي وقانوني للسجناء السياسيين العراقيين ككل إرجاعنا إلى قوانين مؤسسة السجناء السياسيين العراقية، وأطالب حكومة أقليم كردستان أنه لا يخلي عراقيل أمام رجوعنا إلى بغداد. أحد المشاركين في التجمع أكد بأن السجناء السياسيين سوف يستمرون بمطالبة حكومة الإقليم بحقوقهم المشروعة وهي المنح المخصصة لهم. القانون رقم 11 ل 2011 للبرلمان الكردستاني هو قانون ناقص، اختصرت بمجموعة قليلة من الامتيازات بخلاف القانون الأصلي للحكومة العراقية الفيدرالية أو مجلس النواب العراقي، قانون رقم 4 لسنة 2006. ولهذا نعيد مطالبنا المشروعة، ولكن مع كل الأسف حكومة إقليم كردستان وكذلك برلمان كردستان ولجنة الشهداء في برلمان كردستان والسجناء السياسيين، هذه اللجنة يعني أصبحت لا تسمع ولا ترى الحقوق المشروعة للسجناء السياسيين. قامت حكومة إقليم كردستان بقطع تلك المخصصات أو المنحة التي كانوا يمنحوها إلينا لفترة 10 سنوات، وكان السنين منها كانوا يدفعون إلينا نصف هذا المبلغ و 250 ألف دينار، وحرمونا لمدة أكثر من سنة بحجة سوء الاقتصاد و المعركة التي دارت ضد داعش. أحد السجناء السياسيين استغرب من قرار برلمان إقليمي كردستان بتحديد 10 سنوات للسجين السياسي لمنحه رواتب ومستحقات ومن ثم استقطاعها. ما فكرنا فد يوم يعني على أساس يجينا فد يوم ونرجع استحقاقنا، وما وقعنا عقد يعني عقد ويا النظام البعثي على اساس من يجي يوم الحكومه الكرديه على الحكم ينطونا بس 10 سنوات مخصصات ومنحات، يعني اللي شفنا ماكو اي مكان. بالرغم من ان برلمان اقليمي كردستان يستمر في دورته البرلمانيه الخامسه، الا انه لغايه الان لم تجرى عمليه التصويت على مسوده دستور اقليمي كردستان، وذلك بسبب الاختلافات السياسيه بين الاحزاب الكردستانيه. ويطالب السجناء السياسيين من حكومة إقليمي كردستان بصرف مستحقاتهم وإعادة امتيازاتهم التي قطعت منذ سنين. عدنان جافة، التغيير، السليمانية.